السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين، بعتذر لحضراتكم على التأخير ولكن كان عندي أكتر من حاجة اليوم. آخر يوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 38، الجولة الأخيرة. هنتعرف على نتائج المباريات ونتكلم شوية كده عن يعني مين المتصدر، كل واحد هيروح فين يعني بعد هذا الموسم الطويل. متابعين الكرام، اليوم الأحد 28/5/2023، ختام الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 38. أرسنال اليوم فازت على ولفرهامبتون 5-0، أحرز الأهداف تشاكا أو جراند تشاكا في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 14، وأعتقد ده آخر موسم لتشاكا مع أرسنال. تهيألي في موسم الانتقالات هينتقل لنادي باير ليفركوزن على حسب ما عرفت يعني الدكتور ممدوح نصر الله، وطبعا من الرزاق الكبير مروان سري وأكتر من موقع تاني. بوكايو ساكا سجل الهدف الثالث في الدقيقة 27، اتجدد له أعتقد لحد 2028. غابرييل خيسوس سجل الهدف الرابع في الدقيقة 58، وياكوب كيور في الدقيقة 78 سجل الهدف الخامس. استون فيلا مع اوناي ايمري قدر يفوز على برايتون 2-1، احرز الهدفين دوغلاس لويس في الدقيقة 8 واولي واتكنز في الدقيقة 26، هدف برايتون عن طريق دينيز اونديف في الدقيقة 38. اعتقد ديتزيربي هو اللي بيدرب برايتون حاليا. يعني برنتفورد فاز على مانشستر سيتي 1-0، اعتقد مانشستر سيتي لاعب بالبودلة اصلا طول المباراة، مش فارق معاه، وكل الحكاية اللي يهمه دلوقتي نهائي دوري ابطال اوروبا اللي هيكون يوم 11/6 باذن الله تعالى في اسطنبول، على ما اعتقد على ملعب اسطنبول بين انتر ميلان ومانشستر سيتي. اما برنتفورد فسجل الهدف وهو في المنطقة الامنة حاليا، واعتقد مش المنطقة الامنة، كمان المنطقة الكويسة جدا يعني، اعتقد المركز التاسع. هنشوف دلوقتي هو في المركز الكام يعني. برنتفورد احرز الهدف ايسان بينوك في الدقيقه 85. صراحه برنتفورد عامل موسم رائع السنه دي. تشيلسي قدر يتعادل امام نيوكاسل 1-1، واعتقد والله اعلم يعني ان نيوكاسل ما لعبش بالتشكيل الاساسي اللي هو كان بيلعب بيه طول الموسم يعني، مع احترامي الكامل لتشيلسي وطبعا لامبرد هو المدرب حاليا، واعتقد خلاص بوتشينيو اسمه ايه اللي هو كان مدرب توتنهام قبل كده، بوتشينيو والله بنسى اسمه، مش عارف ليه اسمه يلخبط كده. المهم يعني كان مدرب باريس سان جيرمان سابقا، وكان قبله مدرب توتنهام ووصل بيهم للنهائي. شفت انا عارفه بس ناسي اسمه دلوقتي. المهم يعني هدف تشيلسي عن طريق تريبر، هو حتى ما سجلش تشيلسي، ده هدف مرمى بيلعب لنيوكاسل في الدقيقه 27. هدف نيوكاسل جه عن طريق اللاعب انسوني غوردن في الدقيقه 9. تشيلسي اعتقد انهى الموسم باسوأ موسم له، كان في موسم كمان كان سيء مش فاكر كان سنه كام، 2014 ممكن اعتقد يعني، تهيألي كان في موسم وحش قوي لتشيلسي قبل كده 2014 2016 مش فاكر، ولكن ده اسوأ موسم لتشيلسي، اسوأ من الموسم ده يعني كمان. على كل حال تشيلسي ما هبطش ومكمل ومش مشارك في اي طبعا بطولة اوروبية الموسم القادم، هيبقى متفرغ بالصفقات اللي كان جايبها في موسم الانتقالات الشتوي وموسم الانتقالات الصيف اللي هيجيبه كمان، ممكن يجيب تاني مع الاداره الامريكيه طبعا الجديده اللي هو اسمه ايه توت بويلي اعتقد يعني. شوف مش عارف بقول على كل اسم اعتقد لان انا ما بحفظش اسامي، ما بعتمدش اسامي انا. المهم تشيلسي هنشوف دلوقتي مركز كام، تقريبا مركز 12 او 11 يعني. اما نيوكاسل فهو المشروع السعودي، صندوق الاستثمار السعودي رائع جدا صراحه، المدرب ايدي هاو رائع جدا ما شاء الله عليه بجد يعني، قدر يوصل بنيوكاسل للمركز الرابع، وكان في وقت من الاوقات كان مركز تاني، لا مش تاني كان في مركز تالت في وقت من الاوقات، ولكن مانشستر يونايتد طبعا بقياده ايريك تن هاج قدرت تفوز بالمركز التالت. على كل حال كريستال بالاس تعادلت امام نوتنغهام فورست 1-1، احرز هدف كريستال بالاس ويل هيوز في الدقيقه 66، ونوتنغهام فورست احرز هدف تايو اوني في الدقيقه 31. طبعا نجم كريستال بالاس اللي هو زاها ويلفريد زاها جاله عرض حاليا من السد القطري، ده اخر كلام سمعته عن الموضوع يعني. نوتنغهام فورست لسه مستمر معانا موجود في الدوري الانجليزي ما هبطش. عامه ايفرتون قدر يلحق نفسه ويفوز، تقدر الهدف ده جه في الدقيقه 57، ولكن المباراه امتدت لحد الدقيقه 100، 10 دقائق تفضل ضايع. ايفرتون فاز فيها على بورنموث 1-0، واحرز هدف دوكوري في الدقيقه 57. بدون الهدف ده كان ايفرتون هيهبط، لان ايفرتون سالب 27 تقريبا في فرق الاهداف، وكان تحته على طول ليستر سيتي اللي فاز اليوم ايضا فارق سالب 17، فايفرتون لو كان انتهت المباراه بالتعادل كان هيهبط، ولكن لحق نفسه ودي حاجه كويسه يعني. مكملين مع المدرب تريبل اتش، هو شبه تريبل اتش بس انا مش فاكر اسمه دلوقتي، تقريبا جون تايش او تقريبا يعني جون دايش تقريبا اعتقد فكره اسمه كده.
بورنموث اعتقد مكملين، مكملين برضو. هنشوف دلوقتي مين اللي هبط بشكل رسمي. ليدز يونايتد خسر من توتنهام 1-4. ليدز يونايتد هبط، ما قدرش يعمل اي حاجه حتى المباراه الاخيره، حتى خسر فيها. لو كان فاز كان الامل بالنسبه له ان ايفرتون وليستر سيتي هيتعثروا، لكن هما الاثنين فازوا اصلا كده كده. خسر من توتنهام 1-4، واحرز هدف ليدز يونايتد جاك هاريسون في الدقيقه 67، واهداف توتنهام الاربعه عن طريق هاري كين في الدقيقه الثانيه، وبيدرو البورو في الدقيقه 47، وهاري كين في الدقيقه 69، ولوكاس مورا في الدقيقه 95. طبعا توتنهام متابعين الكرام عندهم المدرب حاليا، هو المدرب اللي هو كان المساعد لكونتي، وفي انتظار مدرب جديد اعتقد الالماني اللي كان بيدرب اسمه ايه، اللي كان بيدرب بايرن ميونخ، نيجلسمان على رادار توتنهام اعتقد، ومش عارف انريكي بقى على رادار توتنهام ايضا ولا لا بصراحه يعني. ولكن في الغالب نيجلسمان ممكن هو اللي يجي يدرب توتنهام الموسم القادم، او مدرب اياكس امستردام اتقال اسمه قدام بس انا مش فاكره، او مش مدرب اياكس بقى، اسف، مدرب مين، مدرب فاينورد، فاينورد الهولندي، قدر يحصل على الدوري الهولندي هذا الموسم. فمدرب فاينورد على رادار توتنهام ايضا، يا اما يجيبوا نيجلسمان يا اما يجيبوا مدرب فاينورد هذا الموسم الجديد. ليستر سيتي فاز على ويست هام يونايتد 2-1، احرز في ليستر سيتي هارفي برنيس في الدقيقه 34، وفود فايس في الدقيقه 62، هدف ويست هام يونايتد عن طريق بابلو فورنالز في الدقيقه 79. ويست هام قبل بدايه الجوله كان في المركز 14، هو كده كده بيلعب في نهائي دور المؤتمر الاوروبي امام فيورنتينا الايطالي، لو فاز هيتاهل للدوري الاوروبي، لو ما فازش يبقى مش هينافس على اي حاجه الموسم اللي جاي، وهيكمل هيلعب بقى مباريات قويه في الموسم اللي جاي. طبعا ابرز لاعبين في ويست هام يونايتد هو انطونيو، واللاعب الثاني طبعا الاهم اكيد يعني هو النجم الجزائري سعيد بالرحمه، بنتمنى له التوفيق في المستقبل باذن الله تعالى. اما ليستر سيتي فللاسف هبط. ليستر سيتي سنه 2015 كان هو بطل الدوري، ويا ريت صححوا لو مش 2015، تهيألي كان 2015 كان هو بطل الدوري، عمل مفاجأة وحصل على الدوري، وكل سنة كان بينافس ويوصل للمركز الخامس السادس. السنة دي للأسف معرفش ايه اللي حصل لهم خلاهم يهبطوا لدوري الشامبيونشيب أو البطولة الإنجليزية اللي هو الدرجة الثانية الإنجليزي. هدفي ليستر عن طريق هارفي برنيس في الدقيقة 34، وفود فايس في الدقيقة 62. مانشستر يونايتد بقيادة بقى إيريك تنهاج قدر يفوز على فولهام 2-1، أحرز هدفين مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 39، وبرونو فرنانديز في الدقيقة 55، هدف فولهام عن طريق كيني تيتي في الدقيقة 19. فولهام لعب مباريات قوية هذا الموسم، أعتقد أنهى الموسم بمركز 11 أو 10. مانشستر يونايتد بقى تنهاج عمل شغل عالي قوي معاهم، قدروا يحصلوا على كأس الكاراباو، وحاليا هم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. لو فازوا هو أمام السيتي، أمام مانشستر سيتي، ولكن الموضوع مش صعب، ممكن مانشستر يونايتد يقدر يفوز حتى لو بركلات الترجيح يعني. فساعتها يبقى المدرب مع اول موسم ليه عمل شغل عالي جدا بصراحه، هو حاليا اصلا عامل شغل عالي. اولا هم في المركز الثالث، راحوا لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات ما راحوش، اللي قبله تقريبا راحوا مع اللي كان اسمه ايه، مش فاكر اسمه دلوقتي، اللي هو كان لعيب اصلا في مانشستر يونايتد، وصلهم اعتقد كمركز ثاني في دوري من الدوريات اللي قبل اللي فات او اللي قبل اللي قبله. المهم يعني عرفت ان هاج قدر يوصل بالفريق المركز الثالث وتاهل لدوري ابطال اوروبا، دي حاجه كويسه جدا، وقدر يحصل على الكرباو. الكرباو مش بطوله اساسيه، ولكن هي بطوله في الدوري في انجلترا، دي حاجه كويسه يعني. ولو قدر يحصل على الاف اي كاب اللي هو كاس الاتحاد الانجليزي، دي حاجه كويسه جدا. الاداره الخاصه بمانشستر يونايتد حاليا في كلام ان الاداره يا اما تستمر، يا اما في اداره امريكيه هتيجي تمسك الملف في مانشستر يونايتد، يا اما امير قطر، او مش امير قطر بقى، هو يعني هو امير من امراء قطر بس مش امير الرئيس يعني، مش اخو تميم ولا ابنه يعني، ما فيش اكيد مش ابنه، مش اخو تميم يعني، واحد من الامراء هناك يعني، ممكن يكون ابن عمه ولا حاجه. في كلام ان هو عايز يمسك قطر، وحتى الان عرض 500 ايه بقى، استنى بس عشان نفتكر، هو 5 مليون ولا 500 مليون، مش فاكر الرقم بصراحه. المهم يعني في اداره قطريه على الرادار ايضا عايزه تشتري مانشستر يونايتد وتكون هي الاداره الرئيسيه ليه، لسه الكلام مش معروف، الاداره القطريه ولا الاداره الامريكيه ولا تستمر اصلا الاداره اللي موجوده حاليا. على كل حال ده الكلام اللي اعرفه عن مانشستر يونايتد. ساوثهامبتون تعادل امام ليفربول 4-4، احرز هدف ساوثهامبتون جيمس وارد براوس في الدقيقه 19، كمال الدين سليمانه في الدقيقه 28، كمال الدين سليمانه في الدقيقه 47، وادم ارمسترونج في الدقيقه 64. اهداف ليفربول الاربعه عن طريق جوتا في الدقيقه 10، روبرتو فيرمينو في الدقيقه 14، وجوتي جاكبو في الدقيقه 72، وجوتا في الدقيقه 73. خلينا نتكلم عن ساوثهامبتون، هم هبطوا
وهم المركز الاخير اصلا في دوري الدوري الانجليزي هذا الموسم، راحوا للتشامبيونشيب زي ما قلنا او دوري البطوله الانجليزيه. اخر فريق وهابط اصلا مش من الجوله دي، من جولتين فاتوا. كل الحكايه ان ساوثهامبتون عندهم لعيبه كويسه جدا، هيكونوا على رادار طبعا الانديه الانجليزيه اللي مستمره في الدوري الانجليزي، ليفربول، مانشستر سيتي، في لعيبه كويسه جدا. ممكن هو مش ممكن، هم اكيد هيسيبوا النادي لسبب بسيط، يعني مش هيلعبوا في الدوري الدرجه الثانيه. فمنهم جيمس وارد براوس، ومنهم ادم ارمسترونج، واعتقد في مش فاكر مين، بس في حد برضه في الخط الوسط اعتقد. يعني المهم اللعيبه دي على رادار، ممكن يكون في انتقالات صيفيه من ساوثهامبتون ده اكيد، عشان كده المباراه كانت قويه امام ليفربول اصلا. اما ليفربول هو ده اللي اعرفه عن ساوثهامبتون حتى الان. بالنسبه لليفربول بقى، بقياده يورجن كلوب، يورجن كلوب مستمر طبعا ل 2024، واحتمال يمد عقده كمان يعني، وصلاح مستمر. بس مش عارف بقى بصراحه بعد انتقال روبرتو فيرمينو، او بعد روبرتو فيرمينو ما خلاص انهى عقده مع الفريق، هل صلاح هيكمل ولا هينتقل لنادي تاني؟ والله هو معظم الاقاويل بتقول ان صلاح مكمل، ولكن ايه اللي هيحصل في الانتقالات الصيفيه مش معروف. طبعا ماني خلاص مشي من السنه اللي فاتت، وروبرت وحصل على الدوري الالماني، مبروك يا ماني، مبروك لكل رفاقك طبعا. يعني روبرت فيرمينو ايضا غادر خلاص الفريق، وبقى متبقي صلاح هو اللي موجود، ومعاه طبعا كودي جاكبو، ومعاه نونيز، ومعاه لويس دياز، هم اللي موجودين في الهجوم حاليا، وطبعا جوتا يعني. طيب ايه اللي هيحصل ليفربول؟ كان في كلام على جوب بلينغهام، ولكن ريال مدريد دخل في الصفقه وقدر يخلص اصلا في الصفقه، وحصل على خط الوسط اللي هو جود بلينغهام من بروسيا دورتموند. ايه اللي هيجي؟ هنتكلم على الموضوع ده في الفترات القادمه باذن الله تعالى. بالنسبه لليفربول متابعينا الكرام، انا عارف ان طولت في الموضوع ده، لسه اصلا ما شفتش ترتيب الدوري الانجليزي، ولكن انا حبيت ان انا اعمل فيديو مختلف من نوعه، وان كان طويل شويه، مختلف من نوعه بعد نهاية آخر جولة. مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بممتاز ب 89 نقطة، بطل الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي أو التالتة على التوالي، مش فاكر بالظبط، أعتقد هو فاز السنة اللي فاتت و 2020 ليفربول خدها، هو خد 21 و 22 و 23 للمرة الرابعة التالتة على التوالي، ولكن دي للمرة السادسة في تاريخ مانشستر سيتي مع جوارديولا. تمام، مع جوارديولا. ارسنال المركز الثاني ب 84 نقطه، مانشستر يونايتد المركز الثالث 75 نقطه. انا ما اتكلمتش عن ارسنال كويس بصراحه، ارسنال عمل شغل عالي جدا السنه دي، ما اتكلمتش عنهم الماتش الاولاني بتاعهم. ارسنال مع ارتيتا وميكيل ارتيتا طبعا عمل شغل كويس جدا، بداوا من السنه اللي فاتت، هو بدا من اول ما جه اصلا ارتيتا وحصل معهم على الكاراباو كاب، ولكن صراحه عمل شغل عالي جدا بعد كده، ان هو اعتقد حصل على كاس الاتحاد الانجليزي معاهم ولا لا مش متذكر، ولكن هو خد الكاراباو كاب. والسنه اللي فاتت يعني على اخر ماتشين ما تاهلش دوري ابطال اوروبا، وكان الهدف اساسا السنه دي انه يتاهل دوري ابطال اوروبا، وده الهدف اللي حطه قدامه ارتيتا، ما حدش قدامه ان هو يكون بطل الدوري الانجليزي. ولكن الموضوع بقى حلو جدا لما دخلنا في الجوله 30 والجوله 31 وارسنال لسه متصدر الدوري، مع ان مانشستر سيتي بيلعب كوره كويسه جدا، حتى انهى الموسم هو بفارق 5 نقاط فقط عن مانشستر سيتي. ارسنال لعب كوره جميله جدا، ولكن جه في تعرف انت ارسنال عنده فريق كويس والدكه كويسه، ولكن فريق مش متمرس انه يصارع على الحصول على الدوري الانجليزي. الدكه حصل بعد كده ازمه من اول ماتش ليفربول، التعادل الايجابي 2-2 اللي حصل لما ارسنال ثبت الدنيا في الشوط الثاني، ليفربول قدرت تتعادل. شوف انا بشجع ليفربول، ولكن ارسنال فعلا ثابت الدنيا ليفربول. ليفربول كان مش شايف قدامه على ملعبه الانفيلد بعد نتيجة 2-0، ولكن تقريبا الاستفزاز من اللعيبة حصل ان خلى ليفربول يقدر يجيب الهدفين في الشوط الثاني ويتعادل. بعد كده بقى حصل تعثرات كتير، 3-3 امام ويست هام يونايتد، مش عارف يخسر من برايتون 3-0، في تعثرات حصلت كده. برضو ارسنال لسه اللعيبة ايه فيهم شباب، واللعيبة اللي هي الخبرة مثلا زي غابرييل خيسوس جيم مانشستر سيتي، يعني برضو اول سنه مع بعض، وفي نفس الوقت ما عندهمش الخبره الكافيه للصراع على الدوري زي لعيب مانشستر سيتي كده، اللي هم اصلا عنده تقدر تقول كده ايه فريقين موجودين على الدكه، مش فريق واحد بديل، لا فريقين. فجوارديولا لا ينافس بصراحه يعني، ولو نافسته لازم تقدر تستمر معاه ويكون عندك بال طويل وصراع طويل. بس الصراحه شغل عالي جدا من كل ارتيتا. مانشستر يونايتد المركز الثالث 75 نقطة، اتكلمنا طبعا عن ايرك تن هاج. نيوكاسل يونايتد المركز الرابع 71 نقطة، طبعا ايدي هاو والإدارة السعودية، الملف السعودي حاجة عظمة يعني.
ليفربول المركز الخامس انهى هذا الموسم في المركز الخامس 67 نقطه. هنشوف السنه الجايه في اليوروبا ليج باذن الله تعالى، باذن الله يورجن كلوب يقدر يحصل على هذه البطوله. دي الحاجه الوحيده اعتقد اللي ما خدهاش يورجن كلوب مع ليفربول، هو خد كاس الاتحاد الانجليزي السنه اللي فاتت، وخد كاراباو السنه اللي فاتت، وقبلها السنه اللي قبلها بقى وصل دوري الابطال ما خدش حاجه اعتقد. كان بس ايه سنه 2021 كان حصل 2021 على الدوري الانجليزي تهيألي، لانه لا 2020 حصل على الدوري الانجليزي، 2019 حصل على دوري ابطال اوروبا، وكاس العالم للانديه هو حصل عليه اصلا بعد دوري ابطال اوروبا، فتقريبا خد كل حاجه. مش عارف بقى السوبر الاوروبي ايه اللي حصل فيه مش فاكر، بس تهيألي ليفربول كسب. يعني قصدي ان ليفربول حصل على كل حاجه ما عدا الدوري الاوروبي بس مع يورجن كلوب. برايتون المركز السادس 62 نقطه، شغل عظمه بصراحه من ديتزيربي، قدر يوصل الفريق بعد حتى المدرب بتاعه ما سابه وراح تشيلسي. قدر ديتزيربي يوصل يعني لو مش ديتزيربي صححوا لي المعلومه في التعليقات، زي قلت لكم ما بعتمدش اسامي، انا اللي بعرف احفظه بيتحفظ. برايتون المركز السادس سجل 62 نقطه. استون فيلا المركز السابع 61 نقطه. توتنهام المركز الثامن 60 نقطة. توتنهام السنة دي بعد طبعا ما طيروا كونتي، بعد ما طيروه يعني شالوه، يعني الإدارة شالته بعد ما قال كلام زي الفل في المؤتمر، وكان عنده حق أعتقد. يعني الإدارة هي اللي مستمرة، واللاعيبة والسموم إيه والمدربين هم اللي بيمشوا، مع ذلك يعني برضو الحاجات دي بتحصل كل شوية. طب إيه السبب؟ السبب فيكوا إدارة أعتقد. يعني المهم إن ما مش هينافس على أي حاجة السنة الجاية، الأمل الوحيد لتوتنهام عشان ينافس أو حتى ما عندوش أمل. خلينا نقول ان طبعا مانشستر سيتي وارسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل الاربعه تاهلوا لدوري ابطال اوروبا، ليفربول تاهل للدوري الاوروبي. نيجي للمركز السادس اللي هو برايتون بقى. بص معايا، هو برايتون بنسبه 100% تاهل للدوري الاوروبي. لماذا؟ لان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هما الاثنين في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، لو واحد فيهم فاز كده كده هيكون في دوري الابطال، فهيسيب مكانه، لان كاس الاتحاد الانجليزي البطل بيحصل على بيوصل للدوري الاوروبي. فبرايتون هيوصل لدور الاوروبي، ساعتها مين اللي هيوصل لدور المؤتمر؟ استون فيلا اللي هو صاحب المركز السابع، فتوتنهام مش هيوصل لحاجه. برنتفورد المركز التاسع 59 نقطه، فولهام المركز العاشر 52 نقطه، كريستال بالاس المركز 11 45 نقطه، تشيلسي المركز 12 44 نقطه، ولفرهامبتون المركز 13 41 نقطه، ويست هام يونايتد المركز 14 40 نقطه، بورنموث المركز 15 39 نقطه، نوتنغهام فورست المركز 16 38 نقطه، ايفرتون المركز 17 36 نقطة لحق نفسه، ليستر سيتي المركز 18 وهبط عنده 34 نقطة، ليدز يونايتد المركز 19 31 نقطة وهبط، وساوثهامبتون المركز 20 والأخير 25 نقطة وهبط لدوري البطولة الإنجليزية اللي هو الشامبيونشيب اللي هو الدرجة الثانية. يعني على كل حال خلينا نتعرف على صاحب الحذاء الذهبي، هو أكيد الفتى الشقي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي ولاعب بروسيا دورتموند سابقا. متابعينا الكرام، ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي حصل على الحذاء الذهبي بعد ما احرز 36 هدف. الراجل ده عمل شغل عالي قوي السنه بصراحه، يعني كسر رقم صلاح اللي هو 32 هدف، او 32 هدف اللي هو كان اعلى لاعب بيسجل في الدوري الانجليزي بيتهيألي يعني، وكسر ال 33 هدف وال 34 هدف وال 35 هدف، دول بتوع يعني ارقام قياسيه لحاجه ثانيه بس انا مش متذكرها دلوقتي. يعني صراحة هالاند كان ممكن يكسر 36 اصلا فيه اساسا، يعني وهو لسه عنده تقريبا 21 سنة الراجل، يعني لسه عنده مواسم مع مانشستر سيتي ومع فرق تانية قدام. المهم ان هاري كين صاحب المركز الثاني لاعب توتنهام احرز 30 هدف، وده موسم كويس جدا لهاري كين مع سوء الاداء بالنسبة لتوتنهام. ولو ما كانش فيه هالاند موجود في السيتي كان هاري كين حصل على الحذاء الذهبي طبعا باهداف اكبر بكتير من اللي كان بيسجلها قبل كده. مركز ثالث ايفنتوني لاعب برنتفورد 20 هدف. المركز الرابع نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف. المركز الخامس ويلسون لاعب نيوكاسل 18 هدف. والمركز السادس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 17 هدف. اما صاحب الدرع الخاص بصناعه الاهداف هو كيفن دي بروين اكيد، يعني لاعب مانشستر سيتي وهو حصل او صنع 16 هدف. المركز الثاني نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول صنع 13 هدف. الموسم ده حلو لصلاح مع ان ليفربول يعني مش فورمه خالص السنه دي، خسر ماتشات كتير وقدر يتعادل في ماتشات كتير وعلى ملعبه كمان. يعني بصراحة ليفربول كان حلو بس قدام الفرق الكبيرة وقدام نيوكاسل، لأنه يعتبر كان أسلوب لعبهم حلو، إنما قدام بقية الفرق ما كانوش حلوين خالص بصراحة. يعني كان بيقع قدام الفرق الصغيرة بطريقة الحمد لله على كل حال. بس صلاح الموسم بتاعه حلو، 19 هدف و 13 أسيست، حاجة عظمة يعني. المركز الثالث ليوناردو تورسارد لاعب ارسنال، وده منتقل قبل كده اصلا كان في برايتون وانتقل لارسنال
وقدر يصنع 12 هدف، اعتقد جزء منهم مع برايتون وجزء مع ارسنال. مركز رابع بوكايو ساكا لاعب ارسنال صنع 11 هدف، ومايكل اوليس لاعب كريستال بالاس، وترند الكسندر ارنولد لاعب ليفربول اللي عمل شغل حلو بعد ما كلوب غير المكان بتاعه من الظهير، او مش الظهير بقى، اللي هو الباك رايت، من الباك رايت بقى خط وسط رايت. ايه خط وسط رايت؟ المهم يعني تقدم قدام شويه في الموقع بتاعه، بقى يعمل شغل حلو، احرز اهداف كمان وعمل اسيستات حلو. طبعا نجم الجزيره رياض محرز لاعب مانشستر سيتي سجل صنع 10 اهداف هذا الموسم. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. انا اسف لحضراتكم ان طولت عليكم، لكن اخر فيديو بقى انت عارف هنتكلم كلام حلو يعني عن الدوري الانجليزي. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.